لقد نذرت نذرا أن أصوم 5 أيام كلما أقوم بشرب سجارة من الدخان، وكان ذلك من باب العزم على الامتناع عنه ورغبة مني في تركه إلى الأبد. ومرت الأيام والسنين ثم عدت إليه وشربته مرة أخرى، فتذكرت النذر وقمت وأديت الكفارة وصمت 5 أيام التي نذرتها. فهل هذه الكفارة التي أديتها تكفي وتلغي النذر الحلف 3 يقع مرة واحدة إذا كان على أمر واحد، أم أنه يلزمني أن أصوم عن كل سجارة واحدة 5 أيام كما نصيت في نذري؟ فإنني شربت الآن الكثير، فإذا كان يلزمني عن كل سجارة صيام 5 أيام فمعناه أنني سأصوم أكثر من 1000 يوم تقريبا، وكيف أستطيع ذلك؟ فما هو الحل؟ وهل من مخرج من هذه الكفارة أو بالصدقة أو نحوها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أولا ننصح السائل وغيره ممن يقول بتناول الدخان أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتركوا هذا الخبيث الذي يضرهم في دينهم ودنياهم وفي صحتهم وأبدانهم، لأنه ضرر محض لا فائدة فيه بوجه من الوجوه، وهو خبيث من الخبائث. والله تعالى يقول في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولا فيه أحد في العالم حتى من الذين يتعاطون هذا الشيء يثبت أن فيه فائدة واحدة، بينما فيه أضرار كثيرة وأخطار عظيمة. والواجب على المسلم أن يكون عنده عزم وقوة وشهامة قوة إيمان يترك ما حرم الله عليه حتى وإن كان من أغلى الأشياء عليه، كيف وهو شيء تافه وخبيث، فإنه يجب على المسلم أن يتوب إلى الله منه وأن يتركه حفاظا على صحته وعلى ماله وعلى دينه، لأنه لا يأتي بخير. أما من ناحية النذر الذي نذرت أن تتركه وإذا شربته أن تصوم، فأنت نذرت ترك محرم وهذا واجب عليه، والإنسان إذا نذر أن يترك المحرم فإنه يجب عليه الوفاء بنذره، لأن إذا نذر الإنسان فعل الواجب أو نذر ترك المحرم قد نذر واجبا عليه، يجب عليه الوفاء به، وأنت يجب عليك أن تتركه ولو لم تنذر، فكيف وقد نذرت؟ إذن يتعين عليك تركه نصيحة لنفسك ووفاء بنذرك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الذي ننصحك به، ولا نرى لك غيره أبدا، لا نرى لك أن تنقض اليمين وأن تعاطى هذا الدخان لأنه جريمة وضرر، فعليك أن تتوب إلى الله وأن تتركه وأن تمضي في عزيمتك وأن تخلص نفسك من أضراره وأضراره، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لكنه يسأل هل يكفي صيامه 5 أيام عن مجرد عودته إليه، أو يلزمه كما حدد عن كل سجارة 5 أيام؟ لا، هو النذر هذا يجري مجرى اليمين، يجري مجرى اليمين لأن قصده منه منع نفسه من هذا الشيء، على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يجري مجرى اليمين، يكون فيه كفارة يمين، وقد كفر كفارة واحدة ولعلها تكفي إن شاء الله كفارة يمين. نعم. وقال كلما شربه يصوم 5 أيام. نعم. معناه أن النذر باق لم ينحل، وأنه كل ما شرب سجارة يلزمه صيام 5 وباقي لم ينحل، عليه أن يترك هذا الدخان حتى ولو لم ينذر، فكيف وقد نذر؟ ولو فعله وجب عليه صيام 5 أيام. نعم. كل ما فعله يجب عن كل مرة يشرب فيه، عن كل مرة، لأنه قال كل ما شرب. نعم. نعم. عن كل سجارة يقول أصوم 5 أيام. نعم. هذا معناه، هذا قوله هو. أي نعم، فمعناه أنه يتكرر عليه النذر كل ما تناول سجارة، وهذا مما يؤكد عليه ترك هذا الخبيث. نعم. أقصد أنه تلزمه، إذن يلزمه الوفاء بالنذر عن كل سجارة 5 أيام، كل سجارة يلزمه 5 أيام كما نذر. كما نذر. بارك الله فيكم.